رئيس البعثة. صباح الخير يا دكتور، وألف ألف مبروك، تحياتي وتحيات المهندس عادلي وكل جماهير الأهلي في الحقيقة. صباح الخير إبراهيم بيه، وتحياتي لحضرتك الباشمهندس. يا دكتور ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم، ازاي حضرتك؟ طبعا بعد ما نبارك لحضرتك، يمكن أصداء هذا الفوز لو نقلتها لنا هتقول لنا حجم التوقع وحجم هذا الإنجاز في أعين الخبراء اللي عندك بقى ووسط كرة السلة اللي انتوا بتحتكوا بيه، هم كانوا شايفين ايه؟ هل شايفين دي نتيجة محتملة ولا شيء كان بره التوقعات والخيال؟ والله يا باشمهندس خليني اقول لحضرتك، حضرتك سألت السؤال المهم جدا الحقيقة. احنا هنا بنعيش ظروف مختلفة شوية عن مثلا كأس العالم للأندية لكرة القدم. الفندق اللي احنا فيه في اكثر من فرقه، وفي ناس بتستنى طول الوقت، وفي اجهزه فنيه قاعده مع بعض، كلام كتير فعلا زي ما حضرتك تفضلت. لغايه امبارح كان الكلام كله بيتكلم عن حتميه او الموضوع يعني منتهي فوز الفريق الامريكي، وبعض الناس قالت ان فرص النادي الاهلي ده 25%. 25%؟ يعني 25% ده كان شايفينها يعني والله دي نسبه كويسه مش وحشه. يعني كان بقول لحضرتك ما كانش حد بيتوقع اكتر من كده، ده المتشائم، وكل المناقشات كانت بتقول كده. وعليه احنا كرئيس نادي وكمجلس اداره يعني بلغني، كان المفروض ان انا اقول للاعبين ان احنا واثقين فيكم، وان كنتوا ما عرفوش اي ضغوط، واحنا مقدرين صعوبه البطوله ومستوى الفرق القويه المشاركه، يعني احترموا اسم النادي واحنا وتاريخه واعملوا اللي عليه. وفعلا ازلنا كل الضغوط من اللي عملنا على اللاعبين، والحمد لله النتيجه هي مش بس ان احنا الحمد لله يعني انتصرنا، الحمد لله كمان احنا كنا ليدين طول الماتش، يعني احنا كنا متقدمين طول الماتش، ما فيش ما حسبش غير تقدمين، تقدم غريب في نهايه الشوط الاولاني اللي هو 21 كنا متقدمين طول الشوط، ومره او اثنين ثاني، لكن 95% من اوقات المباراه النادي الاهلي كان متقدم الحمد لله. فيعني احنا يعني بنقدر ما فعله اللعيبه والجهاز الفني بشده، وفعلا شرفوا النادي الاهلي الحمد لله. كيف يرى خبرائنا والخبراء الاخرون لقاء البرازيل غدا؟ وهل انت شايف البرازيل اقوى والفريق الامريكي؟ وانا بقول الكلام ده، انا بخاف يعني احيانا من احنا نعلي سقف التوقع، عايزين نعرف بس الواقع يعني. لا، الفريق البرازيلي اللي هنلعبه بكره هو المرشح الاول للبطوله، وهو كل الناس بتتكلم عن ان هو اقوى فريق في البطوله. كما توقعت. نعم؟ انا توقعت كده، قلت لابراهيم ماذا الكلام يوم الاثنين يعني. لا، هي معروف من قبيل البدايه، يعني كان كل الناس بتتكلم وما زالوا بيتكلموا ان الفريق البرازيلي هو اقوى فريق في البطوله والمرشح الاول. يعني برضو احنا بنتكلم بنفس الطريقه، هنعمل اللي علينا والتوفيق من عند ربنا باذن الله. بخلاف حاله الاجهاد اللي ممكن تكون طبيعيه في ظل المجهود الكبير اللي بذل النهارده، هل في اي اصابات عند اللاعبين؟ لا، الحمد لله لغايه ده مفيش اي اصابات، الحاله الصحيه جيده جدا للكل، والروح طيبه جدا جدا جدا، والناس يعني خليني اقول لحضرتك الجميع على مستوى المسؤوليه محترمين منضبطين ملتزمين. ده من اول ما طلعنا من مطار القاهره، بعثه سهله جدا ومريحه جدا جدا، الناس بتحترم مبادئ النادي بدون توجيه، يعني ما حدش محتاج يكلمهم في حاجه، منضبطين، مدير فني صارم وحاسم وجيد جدا فنيا، وفي نفس الوقت قريب من اللاعبين، وفي الاوقات اللي ما فيهاش تمرين او يعني وقت الاكل وقت الاعداد الخاصه، راجل قريب جدا ولطيف جدا معاهم، وفي روح طيبه ما بينهم وبين بعض. النهارده الحقيقه بعد الفوز كابتن محمود كلمني بينقل تحياته وتقديره للجهاز الفني واللاعبين، والكلمه اللي بعديها على طول كعاده الكابتن محمود وكعاده النادي الاهلي، ننسى خلاص الحمد لله ربنا كرمنا وننسى ونبدا نفكر في اللي جاي. نزلت عشان انقل هذه الصوره للاعبين، لقيت الحقيقه اللاعبين احتفلوا الحمد لله، وتقريبا بعد ربع ساعه من نهايه المباراه
بيفكروا في بكره. فشيء جميل ان حضرتك تلاقي ان اداره النادي حريصه على شيء اللي قاعدين فاهمينه كويس وهم ابتدوا ينفذوه قبل ما تيجي تعليمات رئيس النادي. فكل الامل في توفيق ربنا ان شاء الله وربنا يسهل. المباراه بكره الساعه كام بتوقيت القاهره يا دكتور؟ 10 صباحا توقيت حضرتك بتوقيت القاهره، احنا 3 المباراه النهارده لعبنا 7 اللي هي كانت 2 عندكم. بكره هنلعب 3 عصرا اللي هي 10 صباحا توقيت القاهره ان شاء الله. 10 صباحا. الجهاز مهتم طبعا بمتابعه مباريات المجموعه الثانيه اللي هي المفترض تبقى فيها مواجهات الجوله الجايه. اكيد، وبكره مفيش تمرين صباحا لكن في مشاهدات وفيديوهات قبل المباراه صباحا بعد الفطار ان شاء الله. يا دكتور، يعني ان كانت الترشيحات ما كانتش في صالح النادي الاهلي، كانت 25-75 لصالح الفريق الامريكي، كيف جاءت الانطباعات عقب هذه المباراه؟ قدرتوا ترصدوا شيء سواء في المحيط البطوله او في وسائل الاعلام؟ وسائل الاعلام ما لسه ما يعني ما طلعناش على حاجه كتير، لكن الحقيقه احنا جالنا تهاني شديده جدا من بقيه الساعات، كان في منهم حاضرين المباراه وغيرهم كانوا في الاوتيل لما رجعنا. برضه خليني يعني في حضور حضراتكم اشيد واثمن جدا جدا موقف الاخوه نادي المنامه البحريني، منتهى الموده والاحترام والمسانده للنادي الاهلي في اثناء المباراه وجوه المباراه وقلنا بعد المباراه للتهنئه والسبورت الشديد. ده شيء مهم جدا الاخوه. نعم فندم. بقول شيء مهم جدا، يعني العلاقات بيننا وبين الاشقاء يعني شيء مهم ورائع الحقيقه. يعني بس حضرتك لا مفيش تصنع، في اخلاص في المشاعر وود شديد. فانا الحقيقه من خلال حضرتك بشكرهم جدا 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 على القوه السابقه، وبقيه الفرق الحقيقه كانت بقى مفيش بيننا وبينهم يعني امور عاطفيه زي الاخوه العرب. بقيه الفرق كانت مقدره جدا لعمل النادي الاهلي، الملعب نفسه كان يعني إشادة شديدة جدا في النادي الأهلي، اللي مش بس فاز بالمباراة بصورة مثلا في آخر دقيقة ولا حاجة، ده كان متقدم طول المباراة. يعني خدوا تعاطف المشاهدين. تعاطف كامل، تعاطف كامل. بص يا دكتور، خليني برضو بص يا دكتور اتفضل قول اتفضل. كمان في كمان حاجة يعني برضو جديرة بالإشادة، في مجموعة شباب مصريين، حضرتك متخيل طبعا فكرة بعد المسافة ما بين سنغافورة ومصر والتكلفة الشديدة، البلد غالية جدا وتحملهم لن يتوقفوا لحظة عن تشجيع النادي أثناء المباراة لحظة واحدة ما توقفوش. فبرضو بنشكرهم شكر شديد، وأنا رحت لهم وشكرتهم بنفسي. بعد أن تنقل تحياتنا وأمنياتنا بالتوفيق غدا وربنا يسهل ونقدر نكمل بمباراة مشرفة بإذن الله، أنا منتظرك لأني أعد لك مسابقة في اللغة العربية مع الأستاذ إبراهيم، وهتبقى على كأس عدل القيعي. أولا يشرفنا أنا والأستاذ إبراهيم إحنا نتنافس على كأس المهندس عدل، بس أنا ما أقدرش على أنا متنازل لك عن كأس المهندس عدل لأن أنا معايا صاحب الكأس، فأنت خد الكأس. كل توفيق وتقولنا بالسلامة. يا رب أرجع بكأس البطولة إن شاء الله. كأس المنتخب بإذن الله دكتور. موفق دايما، وتحياتنا للبعثة الأبطال اللي الحقيقة جمهور الأهلي النهاردة تفاعل معاهم، قول لهم كأنه فريق الكرة هو اللي بيلعب في اليابان بجد، يعني رجعوا لنا السعادة والأجواء بتاعة اليابان. أوصل هذا الكلام الجميل الرقيق، ربنا يديم النادي الأهلي يحفظه ويسعد الناس كلها إن شاء الله. طيب في انتظار الكاس، وليك عندنا كاس ان شاء الله باذن الله. ابراهيم ربنا يخليك، شكرا جزيلا، واسفين ان احنا صحيناك من النوم لان الناس ما تعرفش ان في فرق 7 ساعات عن سنغافوره. يا رب نصحى كل يوم منتصرين بالظبط كده. ربنا يكرمنا ان شاء الله. شكرا جزيلا للدكتور محمد شاوي، عضو مجلس اداره النادي ورئيس بعثه ابطال كره السله في كاس العالم.